ملوخيه ولا ورد؟ معقول ورد؟ ابصر الله اعلم. يعني هينا عم نسمع الاخبار انه هو ورد خالص، جايب لها ديانه ورد، طن ورد، وفرشلها هي من باب مدخل البيت لباب الشقه. حلو والله انه حلو، يعني في زمن تلاشت فيه كل معاني الاحساس والرومانسيه والاعتراف بالاخر، عم لاقي زوج بيقدس زوجته بهاي الطريقه، وممنون إلها ولمعروفها انها وقفت في يوم معاه ويعني حست فيه، واجت قالت لك انه يعني انا رفضت فلان وعلان لاجلك، ويعني استجبت لضغط اهلي، وهي يمكن كان مكتوب كتابها عليه، وهذا الموضوع يمكن احنا بنحكي فيه بالحلقه، انه القصه بتحكي انه هو مكتوب كتابها عليه، وكانوا اهلها بيضغطوا عليها انها تتركه وترتبط باخر، لكن هي مسكت فيه وما قبلت انها تتطلق، وهي يعني اعترف بهذا الجميل وكافأها. حلو والله، حلو الامتنان والإحساس السامي هذا. نرجع بس شوي للموضوع اللي احنا بنحكي فيه، حالات الطلاق وحالات الخلع وحالات العنوسة وازدياد نسبة الشباب اللي عازفين عن الزواج، ويعني عم نحكي عن ارتفاع نسبة عنوسة، وعم نحكي الآن كمان عن عدد كبير من الشباب العزبيين اللي مش عم يقبلوا حتى يتجوزوا. ظروف صعبة، لأن يمكن أنا بدي أحكي الآن بسبب من وجهة نظري الشخصية، أنا بعتبر أنه الظرف الاقتصادي اللي بيمر فيه أي شاب هو سبب رئيسي بأنه ما يفكر في الارتباط. ممكن أنه إذا مثلا كانت الأمور ميسرة أنه يخطب، وبعد هيك بتمشي الأمور من هون ومن هون، بتبلش الحياة، ببنوها التنين مع بعض، إذا كانوا التنين زي ما حكيت قبل شوي قادرين أنهم يعيشوها على الحلوة والمرة. لكن اليوم للأسف البنات شورهم مش بإيدهم، بإيد أهليهم. الأب بيجي بقول لك اسمع، بدك تجيني، بدك تجيب سيارة، بدك يكون عندك سيارة، بدك يكون عندك بيت، بنتي ما بتسكن في الأجار، بدها 10,000 ذهب ومتأخرها 50,000، وبده يتجوز الليدي غاغا يا زلمة. على الأقل خلينا نمشي بناتنا، ما في داعي للمهور التعجيزية، ما في داعي لهالمبالغ اللي بتشطحوا وبتنطحوا فيها. اللي عنده بنت حلو أنه أنت إذا إجاك شاب محترم، ابن عيلة، ابن عالم وناس، عنده أخلاق وعنده دين، يا عم توكل على الله. زمان كانوا يعقدوا بليرة ذهب، لأنه إحنا بقول لك أنا بشتري زلمة، ما بشتري، مش عم بدور على مصاري. طيب ألو، مساء الخير أخت عروب. أخ أمين تفضل. مساء الخير أخت عروب. مساء الورد. أمين عمري معك من ربد. يا هلا. بالنسبة بداية لعزوف الشباب عن الزواج والطلاق بآن واحد، شو رأيك؟ أولا أحد أسبابه هو الضعف الديني الواضع عند المجتمع الأردني وعدم مخافة الله. نعم. اثنين، علاقة وثيقة، وجود الحرامية والفاسدين والفساد عند معظم المسؤولين في الأردن أيضا له علاقة بسبب الزواج وبسبب الطلاق، يعني الظرف الاقتصادي أحد أسبابه. نعم. ثلاثة، الظروف الاقتصادية السيئة في المجتمع الأردني هي برضو عدم عزوف الشباب عن الزواج وبالطلاق. نعم. وسببه أيضا هو الحرامية والفساد والحيتان بالأردن اللي ما بخافوا الله، يعني الحرامية خراب مالطة كلهم والله السبب الرئيسي. نعم. وأربعة، عدم العدالة والنزاهة والحرية والظلم والاستبداد الذي يعيشه معظم الشباب الأردني أيضا هو أحد أسباب الطلاق وعدم الزواج، وبرضه السبب هو الحرامية والفاسدين بهالبلد، معظم الفاسدين هم السبب. يعني في مسبب يعني رئيسي، في مسبب ثاني. خمسة، المسبب الرئيسي هو الفساد والحرامية أكيد. نعم. خمسة، التقدم التكنولوجي يوجد فيه شيء من السلبية نحو حلو. الزواج أيضا وله علاقة حلو. سيئة برضو في أسباب الطلاق، يعني حلو. أحد من التقدم التكنولوجي له تأثير برضو. نعم. على الشباب والشابات. نعم. أربعة، الوعي يعني السلبي عند الشباب والأهل وعدم تقدير الظروف عند بعض الشباب من النواحي الاجتماعية السليمة عند المجتمع الأردني ما بقدروا ظروف الآخرين. نعم. الجهتين الشاب والبنت برضو هي أحد أسباب عدم الزواج، وأيضا برضو عدم أحد أسباب الطلاق يعني. نعم. وبالنهاية الله يفرج على البنات وعلى الشباب. عشرة. بعون الله. بعين الله. شكرا أمين لمداخلتك. أمين ضاف لنا نقطتين للأسباب، بقول لك الوازع الديني، ضعف الوازع الديني عند شبابنا وعند ستاتنا. عم نحكي إحنا عن حالات طلاق كتير كبيرة، عدد حالات الخلع كمان زايدة كتير، وعم نحكي عن عزوف الشباب عن الزواج. سببين، الوازع الديني، والسبب الثاني التكنولوجيا الحديثة. يمكن التكنولوجيا الحديثة، أنا آسفة جدا وآسفة جدا آسفة جدا ثلاث مرات لمثل
أنا رح أحكيه هلأ لحتى أعزز اللي أنا بدي أحكيه وبعتذر عليه. في مثل يتداول بيقول مدام البقر بالسوق ليش نسوق؟ رح يزعلوا الصبايا اللي بتابعوني هلأ. لما الشاب بيكون عنده على الموبايل واتساب فيسبوك تويتر بي بي ام مش عارف ايش من هالبرامج الجديدة فايبر تانجو بلا 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 من كل وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي الله لا كان جاب الغلو، واليوم اللي دخلت فيه على بيوتنا كان يوم أغبر لأنها خربت الدنيا. الآن لما الشاب بيكون صاحب له 6 هون و10 هون و15 هناك و20 هنا والعمره ما بفكر يتجوز، هذا أولا. ثانيا يمكن هذا السبب سبب كبير بحالات الطلاق والخلع اللي كنا عم نحكي عنها من فترة، وأيضا عزوف الشاب عن الزواج مش بس ارتفاع المهور والظروف الاقتصادية الصعبة، لا، لما بيكون الشاب يعني مش بحاجة إلى أنثى في حياته، هاي في عنده صاحب له 30-40 بنت الحافظ الله، فمعناته هون بدنا نوقف وقفة كتير ونفكر باللي عم بيصير حوالينا. ننتبه يا جماعة الخير لهذا الموضوع. أم محمد مساء الخير. مساء الورد، يعطيك العافيه. يا هلا، مساء الفل والانوار. بحب امسي عليكي وبمسي على محطه نورمينا المحطه حبيبتي الاردنيه، والله يعطيك العافيه على كل البرامج. اهلا وسهلا فيكي، تفضلي. برنامج وصل صوتك على نورمينا ان شاء الله انه بيصل صوتنا لكل العالم العربي ولكل العالم الموجود بسمعنا ان شاء الله. تفضلي يا ام محمد. اختي العزيزه، الموضوع اللي انت بتناوليته اليوم، موضوع الطلاق، موضوع الخلع، موضوع عزوف الشباب، العنوسه، هذا موضوع ما شاء الله يعني موضوع كويس جدا وبتعاني منه كل الأسر الأردنية. نعم، يعني من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب. الأخ اللي حكى قبلي العمر اللي من إربد أول حكى كلمة، أول إشي ما منحب نعلق أخطاء الجميع على شماعة الغير. نعم، كل إشي بدنا نحطه بالحيتان وبالحرامية وبالهاد ما بزبط، لو خلى الوازع الديني أفضل. صح. فيا سيدتي، أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم حكيتي قبل شوي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. صح. إذا مشت الأمة الأردنية كلها من شمالها لجنوبها على هذا الحديث، والله ما فيه لا طلاق ولا خلع ولا فيه عزوف. صح. ولا فيه إنه لا سمح الله يصير عنوسه أو أي شيء في المجتمع. صاحب الدين والخلق ما شاء الله بيفتح بيت وبيشتغل، حتى لو بيشتغل بالتراب والحجار، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه قدوم وقال له روح حطب احتطب واشتغل. يا أخي الشغل مش أي عيب، مش عيب الشغل، هاي ثقافة العيب انتهت الحمد لله رب العالمين عندنا بالأردن. صح. الشاب الأردني بيقدر يشتغل أي إشي. نعم، بيقدر يشتغل بكل مكان. هايهم عمال الوطن ما شاء الله عليهم، تعال شوفيهم كلهم فاتحين بيوت، ولا في عامل وطن مش فاتح بيت. مزبوط. انا بتحدى. مزبوط. اذا في عامل وطن والله يعطيهم العافيه ويديهم الخير. أمين. وما شاء الله عليهم والنظافه من الايمان، انهم عمال الوطن كلهم فاتحين بيوت احسن من اي واحد متوظف. مش انا اقول لك انه لا سمح الله اني بعيب على الاخرين، لا، الوظيفه شو ما كانت والشغل شو ما كان ليس فيه عيب. مش عيب الشغل، هو شغل الشاب اعتماده على الشغل وعلى الانتاج وعلى العطاء، بيكون قد حاله وبيفتح بيت وما ما في سبب للعنوسه ابدا. نعم. اما الاخ كمان حكى نقطه، تويتر وما تويتر والواتساب والوسائل انت اللي بتعلقي عليها والمثل اللي حكيتيه الله يجزيك الخير ليس فيه عيب ان شاء الله انه يكون. يا سيدتي صحيح، شو رايك؟ صحيح 100% فعلا. نعم فعلا، احنا العولمه هاي المجنونه اللي دخلت علينا من كل باب، حتى البيبي الصغير اللي عمره 5 سنين بيقول لي انا بدي افتح صفحه على الفيسبوك. مظبوط، يعني المفروض يكون عند الاهالي رقابه اكثر على ابنائهم. ايوه، الرقابه من الاهل اذا جاءكم من ترضون دينه. مزبوط. يا سيدتي الرقابه، انت كمؤمن كشاب مؤمن، انت مسلم الحمد لله رب العالمين، احنا مسلمين، انت لا تقبل على نفسك ما تقبله على نفسك، لا تقبله على اللي تقبله على بنات الناس، لا تقبله على نفسك. هاي الكلمه ام محمد بدي اختم انا وياكي فيها، شكرا لمداخلتك. اللي ما بترضى على حالك وعلى اهل بيتك ما بترضى على العالم، هاي الكلمه بتكفي وبتوفي يا ام محمد. يسعدنا ان ينضم لنا الان اخونا احمد العموش مسؤول الرصد الاعلامي في امانه عمان الكبرى. احمد بيك، مساء الخير. مساء الخير مهندس عروب. مساء الورد، كل عام وانت بخير. جميع المشاهدين الله يسعد مساك يا رب. بدي اوصل لك ملاحظه اذا سمحت لي احمد بيك. فضلي. من سويلح حي البشائر جانب مسجد الهدايه، تواصل معي احد المتابعين لوصل صوتك هناك، بقول لي احنا بالشتاء يمكن بتعرف المنطقه منحدره بسويلح تحت، بيصير عندهم
المناهل بتفيض وبتنتقل يمكن على بيوتهم. عدا عن هيك انه في هناك بجنب الجامع جدار من كتر ما بتحمل مي او من كتر ما تشرب مي هو قايل للسقوط، بمر من هناك عدد كبير من طلاب المدارس. اتمنى انه يكون في فرق الطوارئ عندكم احمد بيك تتابع هذا الموضوع قبل دخول الشتويه ان شاء الله. يعني مهندس عروبة، اول شيء بدي اشكرك واشكر الملاحظ الاخ المواطن فيما يتعلق بهذه المواقع. في الحقيقة قاعدة أمانة عمان برصد جميع المواقع التي يعني تضع وجود خلل فيها خلال الموسم المطري الماضي، وتم إعداد خطة محكمة لتنفيذ معالجة جميع هذه الاختلالات. فيما يتعلق بمنطقة الصويلح تحديدا، يعني تم الانتهاء من هذه المواقع تقريبا خلال شهر 9 جميل، ما قبل الموسم المطري تقريبا. تم معالجة جميع المواقع إما باستخدام الكندرين أو يعني وضع الساتر الترابي، أو إذا كانت الأسباب فيما يتعلق بدخول المياه إذا كانت ناتجة عن المناهل أو العبارات، فقد تم فتح جميع هذه المناهل والعبارات. نعم، بس يعني هو من سكان المنطقة أحمد بيك، أتوقع أنه يعني ما يمكن بقول الجدار هذا بمر من عنده كل يوم، ممكن يكونوا غفلوا عنه. أتمنى أنكم تتابعوها. على كل حال يعني أنا رح أتواصل مع المواطن، ياريت أنه بعد انتهى البرنامج أتواصل أنا والأخ المواطن، وإن شاء الله أنه يعني رح نخلي فرقنا الميدانية تزور وتحكي معه وتشوف الموقع بالضبط وين ويعالج المشكلة بإذن الله. أنا بعرف استعداداتكم في الأمانة، يعني هلأ أنتم ستاند باي للظروف الجوية اللي ممكن تمر طبعاً علينا إن شاء الله خلال فصل الشتاء. تحدثنا شوي بس أحمد بيك عن هالموضوع. يعني لا أسمعك جيدا، بس عم بحكي استعداداتكم أنتم الآن ستاند باي لفصل الشتاء، وبعرف أنه في إجراءات عم تأخذها الأمانة هلأ لحتى تعملوا صيانة لأغلب المناطق في عمان، إجراءاتكم بهذا الشأن أحمد بيك. نعم مهندس عروبي، يعني توجيهات من معالي أمين عمان عقل بلتاجي، بدأت كوادر أمانة عمان بتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموسم المطري، سواء كانت في موضوع الطرق أو معالجة الاختلالات في الطرق، الهبوط الذي يحدث في بعض الطرق نتيجة الموسم المطري السابق، فتح العبارات، وضع الكندرين، يعني معظم هذه الإجراءات تم اتخاذها مسبقا وانتهينا منها يعني مع نهاية شهر أيلول الماضي. نعم تقريبا، ويعني تبقى كوادر أمانة عمان أيضا على استعداد تام لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال تلك هذه الفترة، وإن شاء الله إنه يعني يكون الموسم خير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أفضل من العام الماضي إن شاء الله. أكيد رح نكون على تواصل معكم أحمد بيك، احترامي وتقديري لجهودكم. شكرا لك. شكرا لأخونا أحمد العموش مدير أو مسؤول الرصد الإعلامي في أمانة عمان الكبرى. أخونا أحمد اللي من الصويلح وصلت الملاحظة. زملائنا إذا بتعطوا أحمد بيك رقم محمد ولا أحمد الشاب اللي حكى معنا في بداية الحلقة. عموما نأخذ اتصال محمود. يا محمود مساء الخير. مساء النور، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. الله يرضى عليك. أنا بدي أعلق على موضوع الزواج. بس من وين بتحكي معنا قبل محمود؟ من عمان. عمان تفضل. أنا بدي أعلق على هذا الموضوع. تفضل. يعني في بعض الأمور مرات تكون الأهالي بغالوا في الأمور وكأنها تجارة. نعم. حقيقة أنا شاهد على أكثر من زواج من أكثر من شاب، صراحة تلاقيه بحكي بحرقة، ترى تلاقيه بحكي بقول لك أنا الأب طلب مني زي ما حكيت أنت من شوي 10,000 و15,000، بدي بيت وبدي سيارة والصالة الفلانية. هذا كله كان من عزوف عن الزواج. نعم. بالمقابل أنا والله في بعض شباب أردني، يعني أنا أردني قلت لك كيف، بس لما أشوف في شاب أردني جاي يأخذ بنتي أو جاي يطلب بنتي، سيماهم في جوم تطلعي في، يعني تأخذيني شو الكلمة، يمكن بديش أحكيها يعني بطريقة سيئة شوي، في نقص الرجولة فيه. طب أنا كيف بدي أمن على بنتي عنده؟ يعني بتحس ولاد ملعب ولد، يعني تأخذينيش بالكلمة ولد، فأنا علي أساس أنا بدي أعطي بنتي لولد؟ أسبوعين زمان، 3 أسابيع زمان، ولا هو الطلاق تجيني على البيت بدها تتطلق. مزبوط. طب أنا علي أساس أنا بدي أعطي بنتي لهذا؟ يعني كمان الأهالي صار عندهم نزعة خوف على بناتهم، يعني أنا ما بأمن على بنتي مع أي واحد. بالضبط، يعني عليك. بس أنا بدي أوصلك شغلة، إنه في مقولة بين الناس بقولك هم البنات للممات، والله أنا ما كنت مأمن فيها، ولكن من المشاهدات اللي شفتها فعلا هم البنات للممات. والله أنا لما أعطي بنتي أنا لشخص مثل هيك بدي عن جد بدي احكي لهمها، عن جد كل يوم بدي احكي لهمها. متزوج انت اخ محمود؟ لو متبع قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لك فسر بذات الدين تربت يداك، والله هذا الحكي ما بصير. اقسم بالله يعني تلاقي الزواج الناس مقبله على الزواج، انا لما بطلع على بيتي وبامن مثلا في بيتي وامن في سربي وامن في بيتي وامن في عملي، وبعرف انه هاي الانسانه ذات خلق وعلى خلق وانا على دين وعلى خلق،
من الداخل انا بكون سريرتي مرتاحه، ولكن لما اشوف انا هذا الشاب بيجي يطلب بنتي واشوفه هو مش على خلق.